في شوارع العاصمة نواكشوط شوط لا تخلو جنبات الطريق وحتى وسطها من عديد المتسولين من كل الفئات العمرية التي تتخذ من التسول مصدرا للتكسب وسؤال الناس، رغم البرامج الحكومية التي تستهدف معظم هؤلاء، مما يثير الانتباه حول مصير تلك البرامج ومستقبل هؤلاء. جماعات وفرادى يتجمع المتسولون في مختلف شوارع العاصمة تحت شمس لافحة، يستظلون بما تيسر من قماش وعولهم على ما سيجود به المارات وأصحاب السيارات. لكن ما الذي يدفعهم للتسول؟ محتاج الكلش يقعد عند الجد هذا التمويل، والله اللي طال باله مولانا ليمن ويسر، واللي صاحبك واللي قبيلك واللي عشرك ما عندي مال. قدوم هؤلاء إلى المساجد قد لا يكون للعبادة بل استدرارا لجيوب المصلين، والضوء الأحمر بالنسبة لهم ليس مدعاة للتوقف بقدر ما هو بشارة برزق قادم. متسولون من كل الجنسين ومن مختلف الأعمار يزاحمون السيارات، وإن كان البعض يرى أن تمييز مصرف الصدقة أصبح من الصعوبة بمكان. المشكلة قاع عن اللي هم اللي مطروحة ما تري تعرف ذا اللي يالطو تنعطالو الصدقة من ذا اللي ما يالطو يعني تنعطالو. هاي ظاهرة ظاهر لي عنها تفشات في نواكشوط ملي بأسره ما ثلاث سالكة بليدة على قدروهات نقر كارفورات ظاهر لي عندي سيركلاسيون قاعد تبلوك بيا الله للصدق. هي إذا ظاهرة التسول أصبحت الحاضرة الأبرز في كل شوارع نواكشوط، تختلف أعمار أصحابها ويستوي فيها المواطن والأجنبي، وتبقى الكاميرا ضيفا لا يستقبله هؤلاء بكثير حفاوة.